هذه جمعية حديثة نشأت في أوائل ديال هذا الشهر 10 أبريل تم تأسيسها، وبالتالي الوضع استراتيجية اللي غيكون محورها هاد الاستراتيجية هو الضحايا وحماية الضحايا والدفاع عليهم، طبعا باش تكون الأسس علمية وقانونية وحقوقية. ارتأينا كمكتب تنفيذي للجمعية عقد يومين دراسيين بحضور مستشار خبير اللي غي طبعا يقوم بتنشيط هاد اليومين الدراسيين بحضور أعضاء الجمعية منخرطين وبحضور أطر جامعية أساتذة جامعيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين وحقوقيين، باش يمكننا نخرجوا بمجموعة ديال الخلاصات اللي كتحدد طبعا بشكلين علمي وحقوقي وقانوني وفي ارتباط بالاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الضحايا والقوانين الوطنية، نخرجوا بالأهداف الكبرى للجمعية، وكل هدف عنده أهداف ثانوية باش يمكننا نوضعوا واحد الخطة واحد البرنامج عمل اللي طبعا الهدف ديالو الأساسي هو حماية الضحايا. في نفس الإطار طبعا كاين اجتماعات المكتب التنفيذي على هامش هاد اليومين الدراسيين اللي الأساسي فيه اليوم هو واحد الحملة إعلامية ضد الضحايا، كنعتبروها مس بالضحايا لأنها فيها مجموعة ديال التصريحات اللي كتعتبر بأن مثلا الملفين المعروضين على القضاء اليوم خاصة ملف عمر رضي وسليمان الريسوني هي أنها ملفات مفبركة، وطبعا هي رد فعل من جهات معينة على تصريحات وكتابات ومواقف هاد الصحفيين. ألوغ العكس هو الحقيقة، أن هاد الصحفيين مهنيا ما متابعينش على أساس أنهم صحفيين، ولكن متابعين على أساس جرائم ديال الاغتصاب، وبالتالي التدخل بهذا الشكل في القضاء محاولة تغيير الرأي العام لا الوطني ولا الدولي، واعتبار أن هاد الملفين تم فبركتهم من جهات معينة نظر المواقف، هو فيه تغليط وفيه نية مبيتة يعني اللي أعطى واحد الصورة على المغرب اللي خطى خطوات مهمة في إطار نهوض بحقوق الإنسان. مع الأسف هاد الترويج لهاد المغالطات كيمس بسمعة البلاد، كيمس بالقضاء، فيه محاولة للضغط على القضاء، وهذه طبعا جريمة في حد ذاتها. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا هي أولا هي بادرة حسنة والأول مرة في المغرب، لأنه بصراحة احنا ما عدناش جهات اللي غادي تحتضننا كضحايا، يعني في كل ما كنحتاجوه حقوقيا قانونيا، المتابعة النفسية المتابعة الصحية، لأنه الضحية يعني هي أصلا ضحية ملي كتولي ضحية راها تنتهي، يعني على جميع يعني الجهات على جميع الجوانب تنتهي. دونك اليوم عندنا الاجتماع الرابع للجمعية المغربية لحقوق الضحايا من أجل المناقشة ديال الاستراتيجية ديال الجمعية، يعني فين كيفاش نقدو أننا نحتضنوا كل ما يمكن وكل ما تقدر، يعني من نساء ضحايا العنف، ضحايا الاعتداءات الجنسية، ضحايا التحرش، نساء، رجال، كل فئات الهشة. بصراحة هذه بادرة مزيانة بزاف، ويكون مني أنا كضحية ناجية كمواطنة مغربية كصحفية مغربية كسيدة مغربية، يعني تنقول كل سيدة كفى من الصمت. هي الصحافة ليست جريمة، ولكن الاغتصاب هو جريمة بشعة عرفتها الإنسانية. لا علاقة للاغتصاب بحرية الرأي والتعبير. كلنا صحفيين، كلنا تنكتبوا، كلنا، ولكن كنرفضوا كل ما هو اغتصاب، كل اعتداء جنسي، لأنه جريمة لا علاقة، يعني أنا بالضبط يعني قضيتي لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير. قضيتي هو أنني تعرضت لاعتداء جنسي من زميل في مؤسسة العمل.